اليوم 8/4 الشباب عندهم خيمه قريب على الخلاني بعد الساتر اللي مسوينه اللي هي الرقعه الجغرافيه مال التظاهرات مالتنا. قدموا عليهم قوات الشغب من 4 مكانات طلعوا لهم من الدرابين مأذينهم مدمرينهم دمار. يعني احنا كورونا وظرف انه ظرف اقتصادي بالعراق ومشاكل وازمه اقتصاديه والعوائل المتعففه اللي كاتلها الجوع. رغم هذا بسياسه قوات الشغب اللي ما عرفنا منو اللي يقدر لهم من قوتهم، يعني ياهل نتصل به ما يقدر يسحبهم هاي القوات. قدموا على شبابنا هنا حسين مدمرينه فلشينه براسه ايدي صاير عنده شد عصاب رجله، هنا لواء ضاربينه برجله وايده وراسه، وعندنا شباب 2 جوا مدككينهم كذلك. يعني ما اعرف وين يريد يوصلون.